معظم الناس هنا في السودان عارفين في حاجة اسمها جودو، اللي هو تقريبا فيها قوانين قريبة للجوجيتسو. فالآن يعني سبحان الله الانتشار بتاع الجوجيتسو يعني بقى كبير شديد، ومفيد جدا من ناحية الجندر بيز فالنس، لأنه معظم الأتاك مثلا بيكون المعتدي أو الأتاك مثلا بتعدى على الشخص مثلا بيرميه في الأرض، بعد ذاك بيحاول يطلع فوق البيت وكده. لكن لما نزل يتعلم رياضة الجوجيتسو بالحالة دي ممكن يدافع فيها عن نفسه، يعني كيف تقع، كيف إذا الشخص كان قاعد فوقك تقدر تدافع عن نفسك تطلع منه. كيف مسابقة الليلة فكرة غير وتحفيز شديد للنساء السودانيات بأنه هم بيقدروا يحققوا أحلامهم، بيقدروا يعملوا حاجات حتى لو المجتمع شايفها غلط، طالما هي مقتنعة بها أنه هي صح. يعني الحاجة دي بدت لها سنة، عملت بطولة قبل كده لكن كانت نسائية محصورة، دي بطولة حتكون نسائية مفتوحة يعني أو عمومية.